اسمي طارق مختار عبد القادر، سني 48 سنة، وزني 200 كيلو. وشفت الدكتور كريم صبري عن طريق التلفزيون وتابعت الحالات بتاعته، اخرهم الحالة اللي كانت وزنها 330 كيلو، شفتها اثناء العملية وشفتها بعد ما خست، ودي اللي شجعتني وديتني جرأة ان انا اخد القرار واعمل عملية تحويل مسار. سنة تعبتني جدا لان انا ما بقتش قادر ان انا اعيش حياتي مظبوط، ما بعرفش اتحرك كتير، تعبتني في شغلي، في كل حاجة، في كل حاجة قاعد، انا قاعد كأني يعني ما بعملش اي حاجة مفيدة دلوقتي، وكان بيعمل لي مشاكل في التنفس، ما بقدرش اخد نفسي كتير، ما بقدرش امشي مشوار كبير، ما بقدرش اتحرك كتير، النوم بيبقى صعب يعني. ما الحمد لله على كل شيء، ونتمنى ان ربنا يكرمنا بعد العملية. انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. النهاردة من ضمن الحالات في الليستة استاذ طارق 210 كيلو، احنا هنعمل له تحويل مسار معدة مصغر. عملية تحويل مسار المعدة المصغر هي الاكثر امدا في انقاص الوزن، الاقوى في انقاص الوزن، يمكن من العمليات اللي هي اساسية في جراحات السمنة، يمكن من اكثر من 100 سنة عملية تحويل المسار هي من ضمن العمليات اللي هي قوية في انقاص الوزن. كمان يمكن بتساعد الناس اللي هم مرضى السكر بنسبة شفاء قد تصل الى 100%. الناس طبعا كمان اللي هم اكل السكريات بشراهة بيستفيدوا جدا من تحويل المسار، لان هي طبعا يمكن بتستفيد من 30% من السكريات والدهون، وكمان بتعالج بعض الامراض الاخرى المصاحبة من زيادة الكوليسترول، الدهون، الكبد، يعني يمكن اكتر من 50 مرض بسبب السمنة المفرطة بتعليكم تحويل المسار بعد انقاص الوزن، يمكن في الاوزان العالية. هنطمنكم على الاستاذ طارق بعد العملية ان شاء الله، وباذن الله يقوم بالسلامة ان شاء الله. شكرا، بالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. انا يعني هقول لكم الخطوات الاولى في عملية تحويل مسار المعدة المصغر. طبعا اعرفكم بالتيم الجراحي، دكتور محمد فطين، دكتور سامي زودي، دكتور محمد دزوي، دكتور يحيى خالد، والكاميرامان استاذ يوسف واستاذ عبده. الحقيقة طبعا احنا بنعمل حاجتين، اول حاجة منهم احنا بنعمل المعدة، بنفصل المعدة الى جزئين. يعني الناس اللي عايز تفهم يعني ايه تحويل مسار المعدة، احنا بنفصل المعدة الى جزئين، الجزء اللي هو على شمالنا ده المعدة اللي احنا هناكل فيها، ودي مساحتها ما تكونش كبيرة، يعني دي مساحتها ما تكونش كبيرة. الجزء اللي احنا عزلناه ده بيتم عزله تماما في قبة المعدة اللي هي بتحتوي على هرمونات الجوع او غدد الجوع. الحقيقة طبعا احنا لازم نسلك المعدة تسليك جراحي يعني بصورة كافية، بحيث ان احنا ما نسيبش جزء من قبة المعدة، وبالتالي يرجع الوزن للوزن الطبيعي. اللحظة دي طبعا احنا بنوصل المعدة بالامعاء، دي الامعاء، ده الجزء المستبعد، ده الجزء اللي هنوصله بالمعدة، بحيث الاكل هيمر من المعدة من هنا الى نهاية الامعاء بصورة مباشرة. خلينا نركز مع بعض دلوقتي ونشوف الخطوة دي بتمشي ازاي. بس طبعا زي احنا شايفين بتوصلهم من بعض، بتدبس وتقص في نفس اللحظة زي ما احنا شايفين كده اهو، زي ما احنا شايفين. ممكن ندخل بالكاميرا هنا دلوقتي، الامعاء اتصلت بالمعدة بصورة مباشرة، يعني الاكل بمر من المعدة الى نهاية الامعاء بصورة قد تكون مباشرة. وبعد كده هنقفل الفتحة دي وخلاص تبتدي العملية، خلاص انتهت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنقفل دي دلوقتي حالا. اخر خطوة في تحويل مسار المعدة المصغر ان احنا بنعمل اختبار تسريب. اختبار التسريب ده احنا بنبقى عايزين نعمل المعدة ودبابيس نحطها تحت بريشر عالي، بحيث ان احنا نكتشف اذا كان في اي غرز يعني محتاجة تأكيد عليها او دبسات عشان نتفادى نسبة التسريب. وبالتالي احنا بنعمل اختبار تسريب دلوقتي، بنحقن مادة زرقاء بكمية تحت ضغط عالي. هنشوف دلوقتي، اتفضل. فبنخلي المعدة والامعاء عاملين زي البالونة كده، بحيث ان يبقى فيه اي كل الامعاء تحت بريشر عالي، فاحنا بنطمن عليها خلاص، يعني دي تعتبر انتهت العملية. المعدة بنرجع تاني، ممكن نرجع بالبوجي للمعدة الجديدة، دي المعدة المستبعدة
مستبعدة، ودي الأمعاء اللي وصلناها بعملية تحويل مسار المعدة المصغر. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طارق مختار عبد القادر. أنا عملت عملية تحويل مسار عند الدكتور كريم صبري، والحمد لله العملية تمت بنجاح، وأنا مشيت بعد العملية بست ساعات واتحركت، والحمد لله مرتاح وكويس الحمد لله. وأنا بشكر الدكتور كريم على المجهودات اللي عملها معي. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا دلوقتي ما بعد اجراء عملية تحويل مسار المعدة المصغر لأستاذ طارق. في يعني احنا طبعا بنحب تحويل مسار المعدة المصغر، وخصوصا في الاوزان زي أستاذ طارق فوق ال 200 كيلو. تحويل مسار المعدة هي من العمليات القوية في انقاص الوزن، وخصوصا في الاوزان العالية. يعني طويلة الامد في انقاص الوزن يمكن على المدى البعيد هي يمكن من اكتر العمليات اللي بتحافظ على الوزن فترات كبيرة جدا. كمان العملية دي احنا بنحبها في الناس اللي هم مدمني السكريات. احنا يمكن كمان في الناس اللي هم مصابين بالسكر او مرضى السكر، عملية تحويل مسار المعدة المصغر تعتبر علاج جذري لمرضى السكر كمان، والناس اللي عندهم برضه ارتجاع ومصابين بالسمنة المفرطة، واحنا بنعمل فيهم تحويل مسار المعدة اكتر من تكميم المعدة. دلوقتي بقينا فترة صغيرة ما بعد اجراء العملية، الريهابيليتيشن احنا شايفينه يمكن بنتمشى بعد العملية بساعتين، بنبتدي نشرب بعد ست ساعات، يمكن ما بنقضيش اكتر من 12 ساعة في المستشفى، بنرجع لنشاطنا بعد يوم من العملية. ويعني اللي عايز اوصله اقول ان عمليات انقاص الوزن للسمنة المفرطة هي عمليات آمنة تماما، تجرى بأحدث التقنيات الدولية والعالمية، من استهلاك من مستهلكات طبية أمريكية زي الدباسات. يمكن احنا بنستخدم تو براندز، الجونسون وكوفيديان. احنا كمان في المناظير كلها لازم تكون هاي ديفينيشن، يعني يمكن شفتوا معنا العمليات على اعلى مستوى من التجهيزات. وخصوصا طبعا احنا لازم نكون جاهزين لاوزان اعلى كمان من وزن استاذ طارق، اكتر من ال 200 يعني. في اوزان طبعا قد تصل الى 300 كيلو ويمكن اكتر من هذه الاوزان. عايز اقول ان عمليات السمنه هي ليست عمليات صعبه، هي عمليات سهله امنه. ويمكن رجعنا للوضع الطبيعي او الريهابيليتيشن بتاعنا زي ما انتم شايفين، يمكن بسرعه جدا، وعادتنا للعمل يمكن ان شاء الله تكون سريعه. في خلال يوم بعد العملية ممكن تنزل شغلك عادي خالص، وإنقاص الوزن هو يمكن إن شاء الله هنشوف بعد كده، هو إنقاص وزن ثابت وآمن كمان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طارق مختار عبد القادر. أنا عملت عملية تحويل مسار عند الدكتور كريم صبري، والحمد لله العملية تمت بنجاح، وأنا مشيت بعد العملية بست ساعات واتحركت، والحمد لله مرتاح وكويس الحمد لله. وأنا بشكر الدكتور كريم على المجهودات اللي عملها معي. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد.
المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. مساء الخير مشاهدينا, معكم دكتورة آن أمحاوي من الفريق الطبي لساينو ماسي هير. برحب بحضراتكم مشاهدينا, مع حضراتكم دكتور أحمد رشاد أحد أعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير. هنتكلم النهاردة عن مشاكل بتواجه الناس كلها في كل البيوت في كل العالم, هو تساقط الشعر. مش تساقط الشعر بس, لا, تلف الشعر, تقصيف الشعر, الشعر اللي بيقع على طول, الفراغات, الشعر التالف الباهت اللي هو دايما تبقى البنت او الست متضايقه من شكلها. طبعا معروف ان الشعر ده تاج السيده, فان هي تبقى نفسيتها وحشه بسبب شعرها ده بيأزمها نفسيا جدا, بتبدا ان هي تلمه, مش عايزه تخرج, مش عايزه تظهر. فطبعا احنا هنا في ماسي هير او ساينو ماسي هير قدمنا لها الحل ان هو احنا علاج متكامل باكتيف انجريدينت كلها طبيعيه, ما فيش فيها اي كيميكال كومباوند. بالنسبه للتقنيه المستخدمه في تصنيع ساينو ماسي هير هي تقنيه النانو تكنولوجي, وطبعا ده اصبح اتجاه على مستوى العالم كله في مجال الصناعات الدوائيه, وبشكل خاص في مجال صناعات مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالشعر. تقنية النانو تكنولوجي تم توظيفها في إنتاج ساينو ماسي هير في اتجاهين. الاتجاه الأول هو تنقيط المواد الخام اللي داخلة في تصنيع ساينو ماسي هير, وده اداني في النهاية مواد خام على قدر عالي جدا من الجودة ومن النقاء. الاتجاه الثاني وهو تصغير حجم الجزيئات في ساينو ماسي هير, وده بيعزز كتير جدا من مفعوله وبيسرع من امتصاصه خلال فروة الراس, وبالتالي بيؤدي بشكل كبير جدا لظهور مفعول سريع لساينو ماسي هير. حاجة تانية, جودة المواد الفعالة اللي داخلة في تصنيع ساينو ماسي هير, وده لأنها من مصادر أوروبية فرنسية وألمانية. وطبعا زي ما كلنا عارفين طبعا أن فرنسا وألمانيا من الدول اللي بتستخدم تقنيات حديثة جدا في مجال التصنيع الدوائي وفي مجال تصنيع المواد الخام اللي بتدخل في الصناعات الدوائية, وده في النهاية بينعكس على جودة المنتج النهائي لساينو ماسي هير, وده بيخليه يضاهي المستويات والمعايير العالمية. بالضبط كده دكتور أحمد, احنا نقدر نقول ساينو ماسي هير هو منتج من أقوى المنتجات في السوق وفي العالم, علشان الأكتيف إنجريدينت اللي جواه, المواد الفعالة اللي جواه. هنتكلم طبعا بالتفصيل على المواد الفعالة. احنا عندنا السيكس أكشنز اللي هم رقم واحد, ان هو بيمنع تساقط الشعر. بيمنع تساقط الشعر ازاي؟ ان احنا عندنا مادة فعالة قوية جدا بتعالج الصلع الوراثي, وهي السالبالميتو. السالبالميتو ده عبارة عن نبات طبيعي, طبعا احنا كنا متفقين ان هو ما فيش اي تدخل كيميائي, ده نبات طبيعي بيجي من امريكا. بيعمل ايه بقى النبات ده اللي هو السالبالميتو؟ ان هو بيحفز البصيلات. احنا اهم حاجة عندنا البصيلات اللي هي بتطلع الشعر, بيحفز البصيلات ويوصل الدم للفروة الراس.
تاني حاجة طبعا هو بيعالج الصلع الوراثي. الصلع الوراثي ده حاجة مهمة جدا بتأرق سيدات ورجال، مش الصلع الوراثي بس في الرجال، لا في السيدات، لأنه هو حاجة جيناتيك، يعني هي حاجة جينية، فهو بيحللنا المشكلة دي. تاني حاجة انه هو بيعزز نمو الشعر. الناس تيجي تقول لك انا شعري ما بيطولش، بيقف في حتة معينة وما بيطولش بعدها. طيب انا عندي مادتين اساسيتين في تطويل الشعر. المادة الاساسية رقم واحد هي الكافيين. الكافيين بيعمل ايه؟ بيزود البلاد سيركيوليشن، يعني بيوصل الدم بكمية كبيرة لفروة الرأس فبيغذيها. بلس طبعا انت يا دكتور احمد كنت قلت قبل كده ان احنا عاملين بالنانو تكنولوجي، يعني احنا مصغرين البارتكلز جدا انها بيحصل لها امتصاص وابزوربشن عالي قوي فروة الرأس. فالحالة دي ان انا بستفيد من المواد الفعالة دي ان هي بتخش بتغذي لي الشعراية. طيب الكافيين ده بيعمل ايه؟ طبعا لما احنا قلنا ان هو بيزود البلاد سبلاي، غير ان هو بيزود دورة حياة الشعراية 33%، ان هو كمان بيحسن البصيلات وبيزودها وبينشطها بنسبة 46%. وان احنا نزود البصيلات دي او ننشطها بنزود الكثافة. ازاي بقى بتزود الكثافة؟ ان بيحصل ان الفوليكل دي او البصيلة دي بدل ما بتطلع شعراية واحدة، لا بتطلع كذا شعراية، فانت بتلاقي نفسك ان انت شعرك بقى كثيف وفي نفس الوقت بيطول لانه وصل له الغذاء الكامل. تالت حاجة الكثافة والنعومة بتحصل من ايه؟ ان انا عندي الالوفيرا. الالوفيرا ده اللي هو الصبار. طبعا الصبار ده عمل ضجة كبيرة جدا في منتجات التجميل، ان كان بشرة ان كان شعر، دخلت في الميك اب، دخل في كل حاجة. الالوفيرا ده بيعمل ايه؟ هو ليه حاجة قوية جدا ان هو انتي بكتيريال، يعني مضاد للفطريات والبكتيريا. ده بيعاني منه كتير جدا الستات المحجبات او الناس اللي عندهم اويلي سكان، اللي هو يعني شعرهم دهني، بيبقوا ماشيين في الشارع زي ما بنقول كده، يعني ان هم تراب الشارع كله بيبقى في فروة الراس. فطبعا دي حاجة مهمة جدا او سبب رئيسي ان الشعر يقع، وفي نفس الوقت بيكون قشرة. طيب انا الالوفيرا عندي بيعمل ايه؟ اول حاجة ان هو انتي بكتيريال، بيشيل البكتيريا، وفي نفس الوقت بيعالج القشرة، هي سبب رئيسي ان هي توقع الشعر. وبرده كنا اتكلمنا قبل كده عن المحجبات. المحجبات مفيش تهوية كافية، وفي نفس الوقت ممكن يكونوا غاسلين شعرهم ويلبسوا الاشارب، بعد كده تلاقي ان الكتمة او اللي يقفلوا على فروة الراس بيحصل بكتيريا عشان مفيش هواء، فده بيعالجهولي. بلس بقى اهم حاجة هو بيعملها ان هو بيعمل كوتينج، بيغلف الشعرايه من اول الروت لغايه الاطراف، بحيث ان هي بتبقى مور فليكسبل، بتبقى طريه. اما تيجي تسرح شعرك طبعا بيبقى بسهوله جدا، شعرك ما بيتقصفش. هو بيتقصف من ايه؟ ان هو بيبقى دراي، ان هو بيبقى النهايات بتتقطع. فانا عندي دلوقتي بيزود الالاستيستي، بيزود الفليكسبيليتي بتاعت الشعرايه، فانا مش عايزه حاجه غير ان انا يعمل لي كوتينج. اول حاجه هيحميني من اشعه الشمس، هيخليني اعرف اسلك شعري كويس جدا، هيخليني شعري يطول، نعومه. فانا بلس كمان ان هو فيه فيتامين اي وسي واي، وده انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت ده دكتور احمد هيشرحه لنا بعد كده في الاكتيف انجريدينتس اللي جايه. تكمالا لكلام الدكتور ان، السكس اكشنز اللي بيتميز بيهم ساينوماسي هير، عندي الاكشن الرابع اللي هو تغذيه الشعر. طبعا اوقات كتير احنا بنلجا لعدد كبير جدا من منتجات العنايه بالشعر عشان اقدر اضمن تغذيه صحيه وسليمه للشعر. ساينوماسي هير هيغنينا عن كل ده، لان ببساطه ساينوماسي هير عن طريق التركيبه الفريده والمواد الفعاله اللي داخله في تركيبه هيوفر لنا الغذاء الكافي والسليم اللي يضمن نمو الشعر بشكل صحي وبشكل قوي. من ضمن المواد الفعاله اللي داخله في تكوين ساينوماسي هير مستخلص طبيعي من النباتات اللي هو الروزميري. الروزميري ليه كذا وظيفه في ساينوماسي هير. الحاجه الاولى ان هو بينشط بصيله الشعر، تاني حاجه انه بيعزز وبيحسن من جودة الدورة الدموية في فروة الرأس، وده بيساعد على وصول غذاء بكمية كافية للشعر، وبالتالي برضو بيعزز نمو الشعر. تاني حاجة ان هو ليه تأثير مضاد للميكروبات وللفطريات، ودي من الحاجات اللي بتأثر بشكل غير مباشر في تساقط الشعر، وبالتالي انا لما بمنعها بمنع تساقط الشعر. حاجة تانية الروزميري، ودي حاجة تم اثباتها حديثا عن طريق الدراسات، ان الروزميري ليه تأثير في منع ظهور الشعر الأبيض اللي هو بيظهر مبكرا،
في الناس الصغيرة في السن، ودي دراسات اتعملت مؤخرا وتم إثباتها علميا. حاجة تانية من المواد الفعالة اللي داخلة في تصنيع ساينوماسي هير البانسينول. البانسينول طبعا من الحاجات اللي كلنا أكيد سمعنا عنها. البانسينول ليه كذا وظيفة في ساينوماسي هير. أولا إن هو بيحفز النمو، برضو بيحفز بصيلة الشعر، بيحفز للدورة الدموية وبينشطها لي، وبرضو بيؤدي إلى وصول كمية كافية من الغذاء للشعرة. حاجة كمان إن البانسينول بيعمل طبقة واقية أو بيغلف الشعراية، ودي الطبقة دي بيبقى ليها وظيفتين. الوظيفة الأولى إن هي بتحمي الشعر من العوامل الجوية المختلفة والعوامل اللي بتسبب التلف. تاني حاجة إنها بتدي لي حجم وكثافة للشعر، نقدر نقول بنسبة 10% من حجم الشعراية. هتكلم عن طريقة استعمال ساينوماسي هير. هي سهلة جدا، ما فيش فيها أي حاجة. أنت بترشي من 4 لـ6 مرات بخات في اليوم، يفضل يكون مساء. بتدلكي فروة الشعر كويس قوي، بشرط ان يكون فروة الشعر ناشفة. بنيجي على الاماكن اللي فيها صلع وراسي او تكون ما فيهاش شعر يعني شوية زيادة، هنبدأ نرش مرة الصبح ومرة بالليل عشان ناخد الماكسيمم افكت. هنبدأ نلاحظ طبعا ان ما فيش تساقط بعد الاسبوع الاول. من الشهر من بعد الاسبوع الثاني والثالث هيبدا يظهر البيبي هير، بس احنا عشان نعالج صلع وراسي فاحنا مهتمين اكتر ان احنا نعالجه ياخد معانا وقت. الوقت ده حوالي 6 شهور، ده للصلع الوراثي. عايزه اقول حاجه برضو بالنسبه للروتين او العنايه بالشعر. احنا بعد ما هنحط ساينوماسي هير احنا مش هنغسل شعرنا بعدها. مش هنغسل شعرنا ليه؟ لان هو اصلا انت ما بتحسيش في ملمس زيتي، لا خالص، ما فيش ملمس دهني تماما. انت عادي هتعيش حياتك طبيعيه جدا، هترشيه هتقعدي بيه كام يوم. الطبيعي ان احنا بنغسل شعرنا من 2 لـ3 مرات لو اويلي، لو مش اويلي هنسيبه يومين، يعني هنغسل شعرنا بعد يومين او هتغسيه 2 مرات في الأسبوع. فاحنا كده هناخد الماكسيمم افكت، لان هو هيبقى هايلي ابزورب زي ما دكتور احمد قال ان احنا عاملينه من نانو تكنولوجي، فهو هيخترق المسام فهنستفيد منه. بس انا بتكلم ان احنا لازم نسيبه شويه على الشعر، يعني ما نغسلش الشعر كتير قوي في المعدل الطبيعي، علشان احنا لازم برضو الزيوت الطبيعيه تطلع للشعر. ماسي هير كمان في يعني ان هو سبراي وان هو بالنانو تكنولوجي والحاجات دي كلها، دي ادفانتج ليه بقى؟ ان انا وفرت على البيشنت حاجات كتير قوي. وفرت ان انا ما عرضتوش ان هو ياخد فيتامينز تابلت اقراص. اولا في ناس بتشتكي من معدتها، ثانيا اثبتت علميا ان في ادويه او فيتامينز للشعر بتطلع شعر زايد في الجسم. تبدا البيشنت دي او المريض يروح يعمل جلسات ليزر يدفع فيها الاف. حاجة تانية ان هي بتتخن، لان هو بيبقى تحت مسمى مكمل غذائي، فتبدأ البيشنت تتخن، نخش في دايرة مغلقة ان هي تخنت فجالها ستريس وبعد كده شعرها هيقع. وعايزة أأكد حاجة تانية برضو، ان احنا لازم نلاحظ ونشوف انا شعري بيقع، هل انا عندي انيميا ولا لا؟ فلازم نلاحظ الحتة دي كويس قوي. هل أنا في أنيميا؟ هل أنا في نقص معادن معينة؟ هل في مثلا عندي غدة درقية؟ الحاجات دي مهمة جدا إن إحنا نكتشفها. عايزة أتكلم برضو في حاجة تانية، إن ماسي هير ممكن تستخدميه مثلا للأطفال اللي هم من سن 16 سنة اللي هم بيروحوا تمرينات السباحة. طبعا كلنا عارفين إن الكلور بيشبك الشعر او هو حاجه غير صحيه جدا للشعر. انت بترشيه على الشعر طبعا بما انه فيه جريسلين وبانثينول وفي كل اللي احنا قلناه والوفيرا وكل الكلام ده كله، فهيسهل جدا التسليك بتاع الشعر من غير ما يتقصف. عايزه اقول ان ماسي هير ما بيأثرش خالص خالص على لون صبغه مثلا انت عاملاها، لو انت عامله كرياتين ما بيأثرش عليه ولا الكلام ده كله. بس اهم حاجه تكوني متاكده من نوع الصبغه اللي انت حطاها، تكون فري امونيا، تكوني متأكدة من شامبو بتاعك ما يكونش حاجة مجهولة المصدر، علشان نبقى ناخد الهايلي افكت والماكسيمم افكت بتاع ماسي هير. سؤال بيطرح نفسه لينا كلنا دلوقتي، هل ساينوماسي هير بيتعارض مع اي منتج من منتجات العناية بالشعر؟
الإجابة هي أن ساينوماسي هير لا يتعارض مع أي منتج من منتجات العناية بالشعر، بل بالعكس ساينوماسي هير بيحمينا من الأثار الضارة لكل المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر. بالنسبة للتأثير اللي بنشوفه من ساينوماسي هير، طبعا زي ما ذكرنا قبل كده نتيجة استخدام تقنية النانو تكنولوجي واللي ساهمت بشكل كبير في تصغير حجم جزيئات ساينوماسي هير، المفعول بتاع ساينوماسي هير بيبتدي يظهر بشكل سريع جدا، بنبتدي نلاحظه من أول أسبوع، وده في حالة تساقط الشعر بنبتدي نلاحظ ان تساقط الشعر بيبتدي يقف تماما. طبعا مشكلة كبيرة بتقابلها عدد كبير جدا من السيدات اللي بتمر في فترة الرضاعة اللي هي طبعا تساقط الشعر، ودي مشكلة شائعة جدا. ساينوماسي هير هو يعتبر الحل الامثل للمشكلة دي لانه بيعوض الشعر الغذاء اللي ناقصه نتيجة فترة الرضاعة اللي بتمر بها السيدة. الطريقة الوحيدة للحصول على ساينوماسي هير هي الاتصال بالارقام اللي قدام حضراتكم على الشاشة، بيبصلكم مندوبنا لحد باب البيت، شبكة مندوبينا بتغطي كل انحاء الجمهورية، في نطاق القاهرة المنتج بيوصلك في نفس اليوم، خارج نطاق القاهرة المنتج بيوصلك تاني يوم. الكول سنتر بتاعنا شغال على مدى 24 ساعة لتلقي تساؤلاتكم واستفساراتكم. حابب ألخص كل اللي قلناه عن ساينوماسي هير في جملة واحدة. ساينوماسي هير بيعتبر مركز متكامل للعناية بالشعر تم تصغيره في زجاجة 200 ملي. وفي النهاية بحب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة. شكراً. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold, your skin would look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. مكان واحد بس في الشرق الأوسط هتلاقي فيه أجمل ابتسامة بترحب بيك من لحظة دخولك، وكل الموجودين في المكان عندهم هدف واحد إنك ترجع شباب. أهلا بيك في المركز الطبي الدولي، يلا بينا نرجع شباب. كان عندي مشكلة في تساقط الشعر، كان شعر طويل بدأ يتساقط بكترة، بعد كده بيت ألبس الكاب فبيجي تساقط أكتر وعملت لي مشكلة. فبعد كده شفت إعلانات المركز الطبي فجيت كشفت عند الدكتور هشام فطمني وقال لي بالنسبة لتساقط الشعر في حل أسرع، هو حل زراعة عملية الشعر.
وان شاء الله لقيته باذن الله يعني اتغلب على مشكله تساقط الشعر دياتي وان شاء الله العمليه تنجح. مساء الخير، انا الدكتور هشام شعبان استشاري جراحه الانف والوجه بالمركز الطبي. معانا النهارده حاله الاستاذ مصطفى. المشكله بتاعته هو جالنا تقريبا من اسبوعين، كان هو متخيل ان هو هيجي هيبقى ياخد علاجات بس للشعر وكده، بس احنا بعد ما شفت المشكله بتاعته ولقيت ان كثافه الشعر عنده قليله جدا، حتى لو عملنا له العلاجات الطبيعيه سواء ميزو ثيرابي او ميزو هير بلازما كل الحاجات ديت ان احنا لان مش هتاثر معاه خالص، لان هو اوريدي عنده تساقط كثيف للشعر ووصل لمرحله الصلعه. فكان الحل الامثل للمشكله بتاعته هي زراعه الشعر. احنا بنعمل هنا في المركز الطبي زراعه الشعر باحدث الطرق الموجوده عالميا اللي هي الفوليكولار يونت اكستراكشن. دي طريقه امنه ما فيهاش اي مشاكل خالص، بتدي نتائج كويسه جدا. طبعا ده باختلاف يعني عن الحالات الزراعه القديمه خالص اللي كان بيستخدم فيها ان انا باخد شريط من فروه الراس من ورا وبزرعه في منطقه اماميه، او ان انا باخد الشريط اللي فيه شعر من ورا ده وبقطعه وبزرعه في المنطقه الاماميه. لا، الطريقه الجديده اللي هي الفوليكولار يونت اكستراكشن دي افضل الطرق حاليا في زراعه الشعر، ودي اللي بتدي فعلا نتائج هائله جدا. فده كان الاختيار الامثل له موضوع زراعه الشعر عندنا هنا في المركز الطبي. الموضوع عمليه زراعه الشعر عمليه امان ما فيهاش اي مشاكل خالص. العيان مجرد ان هو ياخد القرار ان هو يعمل عمليه الزراعه بنبتدي نعمل له شويه تحاليل كده نتاكد ان هو ما عندوش فيروس سي ولا اي نوع من الفيروسات. بنعمل له اختبار لفروه الراس نفسها. بعد كده بيبتدي ياخد نعمل عمليه زراعه الشعر، وبعد ما بنعمل عملية زراعة الشعر بيبقى في متابعة مع المركز عندنا هنا، بنعمل له جلسات بلازما وميزو هير لمدة ست جلسات بين كل جلسة وجلسة أسبوع عشان نحسن من سرعة نمو الشعر ونعمل تغذية لفروة الرأس عشان تدي نتائج أحسن. احنا دلوقتي في المرحله النهائيه في مرحله اختطاف، ان احنا بناخد كل شعره بالبوصيله بتاعتها وبنجمعهم بنختار الاصلح البوصيلات الاصلح ونبتدي نزرعهم مره تانية. بس احنا دلوقتي في المرحله اللي احنا بناخد فيها البوصيلات نفسها الشعره بالبوصيله بتاعتها. طبعا بنختار افضل اقوى شعرات اللي هي بتبقى موجوده في المنطقه الخلفيه من الراس دي عشان نضمن سلامه الشعره بالبصيله بتاعتها. بنجمعها وبعد كده نبتدي ناخد افضل الشعرات اللي فيها اللي هي تنفع تتزرع ونبتدي نزرعها في المرحله اللي بعد كده، وان شاء الله نشوفكم في المرحله الاخيره بقى في زراعه الشعره نفسها. احنا دلوقتي في المرحله النهائيه من عمليه زراعه الشعر الاستاذ مصطفى. ديت المرحله اللي احنا بنعمل امبلانتيشن بقى للشعره نفسها بالبصيله بتاعتها في المكان بتاعها اللي احنا حددناه مسبقا. احنا بنبتدي بنزرع الخطوط في خطوط من الخطوط الاولانيه للخلف، بنبتدي نعمل امبلانتيشن لكل شعره بالبصيله بتاعتها في مكانها، وبنحاول على قد ما نقدر نقرب البصيلات من بعض عشان يبان ان هو الشعر طبيعي ما فيش فيه اي مشكله عشان ما حدش يلاحظ اصلا ان انت زارع شعر. يعني الاستاذ مصطفى ان شاء الله بعد ما يطلع من العمليه والشعر يبتدي ينمو ما حدش هيعرف ان هو زارع شعر، لاننا زارعينه بتقنيه حديثه وتقنيه احدث تقنيات اللي موجوده دلوقتي في زراعه الشعر. وبعد كده بيبتدي مرحله المتابعه اللي هيجي لنا فيها بقى في المركز، نبتدي نديله حقن بلازما وحقن ميزو هير للشعر عشان نحسن ونسرع من عمليه نمو الشعر، وان شاء الله يبقى راضي جدا بالنتيجه وساعدنا بيكم في المركز عندنا، وان شاء الله نشوفكم في عمليات تانية ان شاء الله. يلا بينا نرجع شباب.
اكيد الفيديو اللي احنا شفناه ده ناس كتير قوي يعني هتبقى مبسوطه منه ومبسوطه من النتائج اللي شفناها، وعاوزه تعرف بقى معلومات اكتر عن موضوع زرع الشعر، وعاوزه تعرف بشكل عام يعني معلومات عن تساقط الشعر، ليه الشعر بيتساقط، وازاي انا اعرف ان كان شعري بيقع بشكل طبيعي ولا اكتر من المعدل الطبيعي، ايه الحلول كمان، هل في علاجات، ايه الفرق بين انه انا اعمل ميزوثيرابي مثلا او بلازما او ان انا اروح ازرع شعر على طول. في ناس كتير كمان قوي بتفكر انه زراعه الشعر دي هي الباروكه اللي بتتلزق دي او اللي هي بتبقى في فرق طيب، يعني دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. يعني عايزه اقول لكم انه في فرق بين الشعر الصناعي والشعر الطبيعي، ده اللي هنعرفه النهارده وهنتكلم عنه مع ضيفنا العزيز دكتور هشام شعبان استشاري جراحة الوجه والأنف بالمركز الطبي. ازيك يا دكتور هشام؟ الحمد لله تمام. ايه التقارير الجامدة دي؟ يعني هايل. وموضوع زراعة الشعر كنا فعلا محتاجين نعرف معلومات عنه، بس خليني يعني قبل ما احنا اكيد هنعلق على التقرير، بس خلينا ناخدها من الاول شوية. أوكي. يا دكتور هشام، ونعرف يعني ازاي انا اعرف اذا كان شعري بيقع بشكل طبيعي ولا انا عندي مشكلة مرضية لازم اتجه للدكتور؟ بصي يا الشعر الطبيعي ان هو بيقع ده حاجه طبيعيه جدا عند كل الناس، في معدل طبيعي لتساقط الشعر، لان الشعره زي اي حاجه في جسم الانسان لها عمر افتراضي، لها دوره بتمشي فيها، بتبتدي بمرحله النمو وبعدين تبتدي مرحله الريستنج فيز وبعد كده تبتدي تقع ويطلع مكانها شعره جديده. فالطبيعي ان الانسان بيفقد جزء من شعره كل يوم، ده حاجه طبيعيه جدا. اللي مش طبيعي بقى ان المعدل بتاع فقد الشعر ده هو اللي يزيد بقى. وبعدين نبتدي نشوف ان الموضوع مش طبيعي. طيب هو بيبتدي تلاحظ ازاي؟ في بعض الناس بتبتدي تلاحظ ان في شعر كتير واقع على المخده مثلا بعد ما يصحى من النوم. في ناس بتبتدي تلاحظ ان هو بعد ما ياخد شاور وكده الشامبو وكده يبتدي يظهر كميه كبيره من الشعر. مش صح ان احنا نسرح شعرنا هو مبلول قوي. هو بالظبط، هو المفروض ان احنا ما نسرحوش هو مبلول، لان هو بيبقى ضعيف دلوقتي في الفتره دي بيبقى ضعيف جدا فيها. ان انا بعرف ازاي بقى اذا كان المعدل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ بالنسبه للبنات بعد ما الشعر بينشف خالص بقوم جاي ماسك الشعر كوحده كده واقوم جاي اسحب بالراحه كده اشوف هل هيطلع في شعر في ايدي ولا لا. لو طلع اكتر من 4 شعرات في ايدي ده بيعتبر معدل مش طبيعي لتساقط الشعر، يبقى ده الشعر فيه اعمل كده. بالظبط، يبقى الشعر ده لو طلع اكتر من 4 شعرات وهو ناشف يبقى هو كده مش طبيعي. يبقى هو مش طبيعي لان ده بيبقى فيه ضعف في الشعر في الموضوع ده. طيب لو زي دي كده مثلا اكتر اول حاجه بتظهر عندنا اللي هو في الفرشه. طب انا عايز اسالك سؤال خارجي شويه، هو صح ان احنا نسرح شعرنا بالفرشه ولا بالمشط الاحسن؟ لا بالفرشه بيبقى لان المسافات او مشط خشب او مش خشب، المسافات بتبقى الفراغات بتبقى اوسع شويه. أوكي. فده بيريح الشعر وما بيعملش اجهاد عليها ولا تنشن لما بشدش الشعر. ده الشكل الشعر الغير طبيعي لما يقع. لما تلاحظ بقى ان الشعر بدا يزيد في التساقط وينزل ككتله كده، تلاقي في كتله شعر مجمعاها كده. على فكره في بعض البنات بيبقى الموضوع ده عندهم مرض، يعني هم بيتخيلوا ان تساقط الشعر عندهم شديد مع ان ده طبيعي جدا. ما احنا كلنا لما بنسرح شعرنا بينزل كتل شويه كده. في ناس بتبقى الموضوع وصل معاهم لمرحله الوسواس القهري ان هم شعرهم بيقع، هم ما بيقعش ولا حاجه. بس هم في دماغهم انه بيقع. بس هو لو وراثه الموضوع هي تقلق بصراحه. طبعا هي طبعا الوراثه اللي هو عامل كبير قوي في الموضوع الشعر تساقط الشعر. وخاصه عند الولاد يعني بيبقى ظاهر فيهم اكتر وبصوره دراماتيك اعنف يعني عند الولاد. طبعا بيبقى اكتر، هو موجود عند الاثنين عند الولاد والبنات، بس هو بيظهر اسرع وبيبقى مور اجريسيف عند الولاد. حاجه من ضمن الحاجات، ايه المشكله يعني لما يبقوا شعرهم بيقع اكتر مننا يعني؟ مفيش حاجه من ضمن الحاجات يا دكتور هشام، بس البنت احنا كل حاجه أكتر بتبهدل في الاول قبل الرجاله، فهم شعرهم بيقع قبلنا مش مشكله يعني. طب الحلول بقى، العلاجات، في ناس كتير قوي يعني ايه تقول لك طب روح اعمل علاجات واخد ادويه واحط حاجات على شعري ومش عارفه ايه والميزو ثيرابي والحاجات دي، ولا ازرع على طول ولا اعمل ايه؟ بصي هو الموضوع كمان ما بيبقاش مجرد من علاجات، لا انا بيجي لي ناس كتير قوي في العياده بيحطوا زيوت حاجات من عند العطار ده انا ويقعدوا يا ريت زيوت ده في جاز وفي ثوم وفي بصل ليمون وخل وحاجات غريبه بتسمعها فعلا، وكل يوم بسمع حاجه جديده في الموضوع ده انا عمري ما سمعت عنها قبل كده. بيبقى هو مثلا خدت القصه دي او الوصفه دي مثلا من عطار او من واحده صاحبتها او من حاجه ويبتدوا ينفذوها. المشكله بقى ان الموضوع بيزداد.
بس بقول لك ايه، ساعات في حاجات بتظبط، يعني في حاجات ساعات بتظبط، ممكن تظبط كحاجه اسمها بلاسيبو ايفكت، بس صدف والله العظيم دي، وفي حاجات بتدمر يعني. لا، في حاجات، هو في حاجه اسمها البلاسيبو ايفكت اللي هو الوهم ان هي خدت الوهم. حاجه فهي حست ان هي اتحسنت، لكن هو ما اتحسنتش ولا حاجه على فكره. هي ممكن تكون صدفه زي ما انت بتقولي، لان هو اصلا زي ما بقول في رزم طبيعي للشعره ان هي بتمشي فيه. ساعات الرزم ده بيحصل له يعني بيتقطع في النص، بيبقى حاجه تاثر على الرزم بتاع الشعره ده، فيبتدي يحصل تساقط للشعر. مجرد ان الرزم ده يرجع طبيعي تاني، الشعره بقى بترجع طبيعيه وفي حالتها الصحيه الطبيعيه ومن غير اي مشاكل خالص. فهو دايما اللي بيجي لنا بيبقى جرب حاجات كتير. بس هقول لك حاجه، الزيوت والحاجات دي ممكن تكون بتطري، هي بتطري الشفت بتاع الشعره، الشعره الخارجيه فقط، بس مش بتمنع تساقط ولا بتعالج تقصف، ولا يعني الحاجه اللي في الفروه ما بتعالجهاش. لا لا، هي تطري بس من ايه، من الشعره من بره. لكن لو عندك مشكله ان شعرك بيقع او ما بيطولش او الحاجات دي علاج بقى، دي عايز علاج على طول. هو طبعا اول ما المريض او المريضه بيجوا لنا بنبتدي نشوف الحاله بتاعتهم وندرسها، بنشوف بناخد منهم هيستوري، بناخد منهم تاريخ كامل للتساقط الشعر، بدا امتى، بدا يظهر معاكي انت لاحظتيه، لحد قالك في البيت، مامتك وباباكي، اخواتك، العيله فيها حد عنده المشكله، وبعدين نبتدي نفحص فروه الراس نفسها. ده نوع من الصلع طبعا الوراثي. ده سيده دي سيده. الصلع الوراثي بيجي للستات كمان؟ طبعا. ده برضو للرجال، برضو نوع من الصلع الوراثي بيظهر في الرجال، بس هو لسه ما صلعش 100% يعني. لا، هو ده بقى في مرحله ان احنا ممكن نديله علاج، يعني ده في مرحله العلاج يا جماعه، مش زراعه، دي مش مرحله زراعه دلوقتي. ده ممكن نديله علاج وممكن يجيب معانا نتيجه كويسه قوي. في بعض الناس بيبقى متخيل لا ده بقى لازم زراعه، عايز يزرع ده. في بعض الناس بتتخيل ان هو بيبقى مثلا راسه يعني في صلع كامل في الراس، وهو هيجي هياخد علاجات والحاجات ديت. طبعا هو في دماغه ان هو هياخد علاجات بس ويمشي. ده اصلع خالص وفي دماغه انه ياخد علاج ويمشي. طبعا لا طبعا ما ينفعش. هو احنا بنقيس الحاله على حسب اللي احنا شايفينه، زي بالظبط زي يمنا الارض دي لو فيها بذور انت ممكن تسقيها وممكن تديها غذاء هيطلع البذور دي. طب الارض دي ما فيهاش بذور اصلا، هتسقيها وهتديها غذاء هيطلع ايه؟ مش هيطلع حاجه. صح. في ناس بقى متخيله وهو مصممه ان هي مثلا تاخد علاجات وتجرب الحقن والحاجات دي، طبعا احنا بنرفض تماما، لان انا كده بضيع وقتهم وبضيع فلوسهم. صح. وده طبعا دوري انا في الموضوع، ان انا يعني انا لازم انصحه النصيحه الحقيقيه اللي هتجيب معاه نتيجه. فيبقى الزراعه ده الحل الامثل ليهم. طيب لو واحد جاي راسه فاضيه خالص ما فيهاش اصلا شعر، برضه حتى الزراعه ما تنفعش. لان انا عندي يعني خلينا نقولها لهم، لو انت عندك شعر، شويه شعر لسه في زي الصور اللي شفناها دي، ينفع تتعالج. بالظبط. اصلع ما عندكش شعر وعندك اللي هو شويه دول اللي ورا دول، ينفع تزرع. ما عندكش حاجه خالص، ولا هتنفع تزرع ولا هتنفع تتعالج. بالظبط. لان هو اصلا احنا بناخد من، بصي، هو زراعه الشعر هي اعاده لتوزيع الشعر مره ثانيه. يعني انا ما بجيبش حاجه من عندي، انا باخد منك وبحط لك ثاني، بس بعيد توزيع الشعر في الاماكن الظاهره. يعني باخد جزء من الشعر الخلفي بعيد توزيعه في المنطقه الاماميه، بدي شكل كويس، بحسن شكلك. شعر طبيعي. شعر طبيعي 100%. من الشخص نفسه. بالظبط. بيطول ويتقص عادي ومفيش فيه اي مشكله خالص. وما بيقعش. لكن ان انا يعني اخلي كثافه الشعر 100%، ده طبعا ده يعتبر مستحيل، يعني ما يقدرش. ما نقدرش. حتى لو كان شعره اللي تحت هنا تقيل جدا. حتى لو شعره تقيل بديله نتيجه هايله، يعني لو شعره من ورا تقيل او من الجانبين تقيل بديله نتيجه حلوه قوي. بترضيه وما بيبقاش، ما بيعرفش اصلا، ما حدش بيعرف ان هو زرع شعر. لكن ان احنا نوصل لمرحله اللي هو الكثافه ال 100% طبعا دي مستحيله يعني. يعني دي بتبقى طبيعه كمان. الناس اللي شعرها تقيل دي بتبقى طبيعتهم، بس هو في الاخر بيبقى عنده شعر، يعني شعر طبيعي، شعر طبيعي بيطول بيتقص، ما حدش بيعرف ان انت زارع، بتبقى ما بيبانش خالص. لا، ما فيش مشكله، بس اهم حاجه يبقى عنده المنطقه اللي ورا دي فيها فيها شعر، عشان الدكتور يقدر ياخد شعر منها ويحطه في المنطقه اللي ما فيهاش شعر. طيب الموضوع بيتم ازاي؟ يعني احنا شفنا الفيديو دلوقتي عادي، صاحي وبتعامل عادي، يعني هي بتبقى سيشن واحده بس، يدخل يخرج خلاص عمليه زرع الشعر تمت. بصي، احنا دلوقتي شغالين بتقنيه الاف يو اي اللي هي الفلوكولار يونت اكستراكشن، ودي احدث تقنيه شغاله في العالم دلوقتي لزراعه الشعر. الحاله اللي احنا شفناها ديت، دي ما ينفعش ان احنا نقول له ان احنا هنجيب زراعه الشعر كلها من جلسه واحده. احنا دي ممكن نعمل جلسه ثانيه بعد مرور 6 شهور لسنه، لما المساحه بتبقى كبيره قوي اللي محتاجين نزرعها. احنا بنخير العيان من حاجتين، يا اما نزرع المساحه كلها بس هيبقى كثافه الشعر قليله. أيوة. يا اما نزرع المنطقه الاماميه
وناخد الموضوع على جلستين ويديك كثافه كويسه جدا ومقبوله بس هنزوده في المرحله الثانيه. شايفين الفيديو معانا اهو دلوقتي انت بترسم الخريطه. بنحدد الخريطه المكان اللي انا هبتدي ازرع فيه. يعني انا باخد خط الشعر الامامي وببتدي ازرع. يعني انت شفتي دي الحته الاولانيه. هتجيبوا لنا الحته دي تاني هتقولنا الفيديو تاني هتقولنا تاني يا عباس كده نشرح عليه واحنا بنتكلم عشان ما عرفناش نشرح عليه. فانت دلوقتي بترسم اهو اهو الدكتور يا جماعه بيرسم. دي حاله زرع الشعر. ده انا بزرع الخط الشعر برسم الخط اللي انا همشي عليه وبرسم المنطقه كلها اللي انا هزرعها في الاول. لان زي ما احنا قلنا ان الحاله دي هتيجي على مرتين مش هتيجي على مره واحده. الحاله اللي شفناها دي مرتين. بالظبط هتيجي على مرتين. لكن في حالات تانية بيبقى الكميه اللي محتاج زراعتها مش كبيره قوي. المساحه مش كبيره قوي فبتيجي من مره واحده وبتدي نتائج كويسه قوي. هو ده كان عنده شعر شويه ورا يعني هو كانت المساحه المطلوب زراعتها مساحه كبيره. مساحه كبيره فعلا. فاحنا قسمناها على جلستين. عملنا اول جلسه والجلسه الثانيه ان شاء الله بنعملها بعد 6 شهور. والنتيجه بتبان يعني في اول 6 شهور ده هيبان النتيجه الاولانيه بتاعت الزراعه. ان هي بتديله تحسن كامل. انا شايفه في الجناب شعر. هي هو اللي في الجناب دي شعر؟ شعر يعني من الجناب. هو اوريدي عنده هو عنده الحته اللي قدام بس دي هي اللي فيها مشكله. بالظبط. احنا بناخد من خط الشعر الخلفي والجانبي لان دي اقوى اماكن فيها شعر. فاحنا بناخد منها البصيله بحاجه صغيره جدا من الشعره نفسها. احنا العين لما بيجي لنا احنا بنحلق له شعره تقريبا درجه واحد حتى الشعر اللي احنا هناخد منه عشان نقدر نعمل اقتطاف او اقتطاف للبصيلات اللي احنا هنبتدي نزرعها. احنا بناخد البصيلات بنجمعها بنحطها في سائل مغذي بنعمل بعد كده سيلكشن بنختار افضل البصيلات واقواها عشان لما نزرعها ما يحصلش فيها اي مشكله تاني. وبتدي نعمل لها امبلانتيشن في المكان الامامي اللي احنا هنبتدي نزرع فيه. بنبتدي بخط الشعر الامامي بنزود فيه الكثافه اكتر وبتدي نرجع لورا في الزراعه. طبعا عمليه زراعه الشعر عمليه بتبقى طويله شويه في المده لكن ما فيهاش اي مشاكل خالص. العيان بيعمل بنج موضعي ما فيش بنج كلي يعني ما فيش اي نسبه خطوره من موضوع البنج وان طول العمليه والحاجات دي خالص. العيان ممكن يقوم في النص يعني يشرب ياكل حاجه ما فيش اي مشكله لان العمليه طويله شويه. ما فيش فيها اي نسبه خطوره بتتعمل في المركز عندنا. بتنفع للستات كمان؟ طبعا بتنفع للستات. بتنفع الستات والرجاله. وبعد ما بنخلص العمليه المريض مش بيمشي وخلاص وانقطعت علاقتنا بيه. لا هو بيجي لنا كل فتره بنعمل متابعه لاننا بنعمل له حقن تغذيه للشعر اللي احنا زرعناه ده. بندي تقريبا حقنه من كل اسبوع لاسبوعين على حسب الحاله اللي احنا شايفينها وبيفضل معانا لغايه ما يبقى راضي تماما بالنتيجه النهائيه للزراعه. طيب احنا قلنا انه في يعني انتوا الشعر بيبقى طبيعي عشان في ناس فاكره انه ده شعر تركيب او شعر باروكه او شعر صناعي او كده. لا لا خالص. الزراعه شعر طبيعي 100% ما لهاش علاقه خالص بال. لا في فرق كبير بين الزراعه الطبيعيه الشعر الطبيعي والباروكه. الشعر الطبيعي ده شعر انا واخده من المريض بزرعه له مره ثانيه زي ما بقول لك هو اعاده توزيع للشعر في منطقه الراس كلها. اما اللزق ده حاجه صناعيه بيبقى شعر صناعي له مشاكل كتيره جدا. اولا شكله مش بيبقى طبيعي بيسيب في ريحه دايما بتطلع منه لانه هو بيبقى كاتم كاتم الراس نفسها مع العرق والحاجات ديت وفي الاخر الطبيعي فعلا هو اللي بيبقى شكله افضل. طيب لو اتكلمنا شويه عن العلاجات قبل ما الفقره تخلص يعني الناس اللي مش عايزه تزرع او ما عندهاش يعني الضروره انها تزرع تتعالج ازاي؟ تعملها ايه عشان توقف تساقط الشعر ده؟ الشعر على حسب الحاله. احنا عندنا كذا نوع من تساقط الشعر بيبقى على حسب الحاله نفسها. لو كان مجرد ضعف تغذيه او في واحد عامله رجيم قاسي او واحد عندها مشاكل في الغده الدرقيه ناس عندها اختلالات هرمونيه بدا يظهر تساقط الشعر الاول بنبعت الحاله تتعالج عند الطبيب المختص سواء كان بقى هرمونات حاجات ديت وبعد كده احنا بنبتدي احنا العلاج بتاعنا اللي احنا بنغذي فروه الراس. احنا عندنا حاجات كتير قوي لتغذية فروة الراس منها البلازما وخلاصة البلاسينتا الميزوهير الحاجات دي كلها. في دايما في ناس كتير يقولنا ويقولوا لنا مثلا ان احنا عملنا بلازما كتير وما جابش نتيجه مثلا. في فرق كبير بين طريقه تحضير البلازما من مكان لمكان يا جماعه. البلازما ديت بتختلف من مكان لمكان على حسب الانبوب اللي احنا بنفصل فيه ماده البلازما نفسها. وهو ده المفتاح بتاع البلازما اللي احنا بنحقنها.
في انابيب معينه بتزود عدد الصفائح الدمويه لدرجه عاليه جدا اللي هي بيبقى فيها الجروث فاكتورز، عشان كده لما بنيجي نحقنها بتدي فعلا نتائج حلوه قوي. في ناس بتعمل في اماكن بيستخدموا انابيب رديئه جدا فما بيبقاش في نتيجه، فهو يتخيل ان البلازما ما جابتش نتيجه. لا، البلازما الفكره كلها في الانبوب اللي احنا استخدمناه مش في البلازما نفسها. كويس جدا، انا بشكرك دكتور هشام على وجودك معايا النهارده. ضيفي العزيز دكتور هشام شعبان. هنروح لفاصل، بعد الفاصل بشرتك مع ماسي. يارا بنت جميلة بتعاني زي بنات كتير من حب الشباب والهالات السودة تحت العين. يارا اختارت المركز الطبي علشان كانت دايما بتحلم تكون ممثلة مشهورة. اختيار صح يا يارا، ليكي ولكل أصحابك. أنا عندي حبوب وهالات ورحت كذا مركز ما وصلتش لنتيجة، بس صحابي دلوني على المركز الطبي وجيت ان انا اعالج بشرتي واشيل كل الحاجات اللي فيها. انا عملت 3 جلسات في المركز الطبي ووصلت النتيجة اللي انا كنت عايزاها وراضية تماما عنها. بحب اشكر المركز الطبي والدكاترة اللي فيه وكل اصحابي اللي قالوا لي عليه. قصص نجاح المركز الطبي كتيرة، بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل. تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة. اختارت المركز الطبي. يلا بينا نرجع شباب. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The 6 actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. تجاعيد، هالات سودة، نمش، بهتان في البشرة، عدم توحد في اللون، مشاكل كتير كتير قوي ممكن نتعرض ليها سواء سيدات
او رجال. المشاكل بس ما بتجيش للستات على فكره، لا، في رجال كمان بتحصل لهم نفس المشاكل دي. ويعني طول ما احنا عايشين يعني اكيد هنكبر واكيد هتحصل لنا مشاكل، ما فيش حد كده يعني وشه عمره ما تعرض لمشكله وثبت له اثر او يعني ما عندوش مشاكل او عيوب، الا يعني بعض الناس القليله جدا، ودي بتبقى محظوظه، بس على الاقل السن هيبان عليهم والعمر هيبان عليهم. احنا ما بنقولش ان احنا مش عاوزين يعني نتعرض لمشاكل، هنتعرض لمشاكل بس نعالج المشاكل دي، ما نسيبش المشاكل دي. هل في حاجه دلوقتي موجوده تقدر ان هي تعالج لنا جميع مشاكل البشره بالتساوي وتدي النتيجه اللي احنا عايزينها؟ ايوه موجود. ماسي دروجولد من الحاجات اللي اثبتت نجاح بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، ومعظم الناس يعني او كل الناس اللي استخدمته او جربته هي بتشكر فيه جدا ومبسوطه من النتائج بتاعته على اختلاف الشرايح وعلى اختلاف الطبقه الاجتماعيه يعني. فاحنا نعرف ازاي ماسي بيقدر يعالج مشاكل البشره، ازاي بيقدر يدينا لوك اصغر 10 سنين من عمرنا الحقيقي، وده طبعا حاجه لطيفه جدا. هنعرف معلومات اكتر عنه مع ضيوفي الاعزاء اللي معايا في فقرتي الاخيره. دكتوره حنان الحسيني المدير التطويري لشركات ماسي فارم، اهلا يا دكتوره حنان. اهلا بك يا حنان. دكتوره دينا نجيب احد اعضاء الفريق الطبي في شركات ماسي فارم، اهلا يا دكتوره. اهلا يومنا. يعني حاجه لطيفه جدا انه بتلاقي حاجه منتج مثلا او حاجه بيتفق عليها الناس كلها، يعني كل ما تسالي حد يقول لك لا حلو هايل جاب نتيجه حلوه اللي جربه، يعني من الناس اللي جربته، واللي ما جربوش نفسه ان هو يجربه طبعا. فماسي محقق النجاح الكبير ده يا دكتوره حنان، وشهدت الناس فيه كلها طبعا يعني انه حلو جدا. طبعا دي حقيقه فعلا يا يمنى. ماسي عمل طفره كبيره جدا في مستحضرات التجميل. ماسي احنا كنا قلنا قبل كده واتكلمنا في حلقات قبل كده ازاي نعجز بذكاء، والشعار ده فعلا زي ما تقولي شعار ماسي. ان انا بعجز بذكاء مجرد رقم، يعني مش بيبان عليا تجاعيد، ما بيبانش عليا خطوط رفيعه، بكبر في السن بس شكلي لا لسه صغيره. ماسي فعلا قدر يحقق المعادله الصعبه، قدر فعلا ان انا لما بدهنه على وشي بقاوم تماما كريم التجاعيد الاول، بقاوم تماما ظهور اي تجاعيد او خطوط رفيعه، سواء كان خطوط تعبيريه اللي هي تعبيرات الوجه، التجاعيد اللي كلنا عارفينها بتظهر حوالين الفم او في منطقه الجبهه. فماسي فعلا عمل طفره كبيره جدا جدا في مجال التجميل، سواء كان في علاج التجاعيد وعلاج جميع عيوب البشره. طبعا زي ما انت قلتي في الاول، عيوب البشره دي عندنا كلنا، ما حدش بيبقى خالي من الهالات السوداء، من البقع الداكنه، التصبغات الجلديه، الكلف، النمش، اثار حب الشباب، كل دي مشاكل كتيره جدا. واللي ما عندوش ده بتلاقي في بهتان، شحوب الوجه، مظبوط. ففعلا ماسي دروجولد بيقدر يعالج كل ده، فبيغير تماما من شكل البشره. ولو شكل بشرتي انا بقى شكلها صحي وفيها نضاره وحيويه، اضمني تماما مليون في الميه ثقتي في نفسي هتزيد، تعاملي مع الناس هيبقى تعامل ان انا واثقه في نفسي، فهقدر ادي لبيتي، لاولادي، لاي حد، يعني هقدر ان انا اتعامل معاه كويس. صحيح. فده فعلا بيفرق جدا يا يوم. وبعدين يا دكتوره دينا، فكره 10 سنين هتبني اصغر دي عامله هوس لستات كتير قوي، لان كلنا عايزين نبان اصغر، يعني صح، مش حد عايز يبان كبير طبعا. واحنا صغيرين بنبقى عايزين بقى نبان نكبر، احنا بنبقى اما بنكبر شويه لا بيبقى في عرض يوم والنبي يا ريت نرجع صغيرين تاني. دي حقيقه. هو ماسي دوره جولد طبعا، حتى برضو من ضمن شعاراته ان هو ان احنا نبدو اصغر 10 سنين. طب ليه؟ لان هو بيشتغل فعلا على كل مشاكل البشره يا يمنى. انا بشتغل على كل حاجه ممكن تخص البشره، تجاعيد، هالات سوداء، نمش، كلف، اثار حب شباب، عندي لو مثلا البهتان انا عايز احس ان انا وشي منور على طول، عايز احس ان انا وشي سموزي ناعم. فكل ده ماسي دوره جولد قدر ان هو يشتغل عليه. وطبعا اهم حاجه واكتر حاجه طبعا اليونيك في ماسي دوره جولد هي الجولد بارتكلز، ودي اللي بعتمد عليها من الدرجه الاولى. جزيئات الذهب، اولا ازاي قدرت ان هي تخلي الوش فعلا يبان ان هو جلوينج، ان هو حلو، ان هو منور، ازاي ساعدت ان هي ان هو يحفز انتاج الكولاجين، بالتالي بقدر ان انا اعالج التجاعيد والخطوط التعبيريه واخر تماما ظهور علامات التقدم في السن. ازاي قدر الجولد بارتكلز ان هو يشتغل كوايتنينج ايجنت، يعني ايه؟ يعني عامل تفتيح. ان انا لو عندي بقى بقع وتصبغات، البقع والتصبغات دي بيندرج تحتها كذا حاجه،
النمش، الكلف، اثار حب الشباب، او اللي هي التصبغات من اشعه الشمس. يعني هو ده بيعالج التجاعيد طبعا من الدرجه الاولى. التصبغات والتجاعيد من الدرجه الاولى. الهالات السوداء اللي احنا كلنا بنشتكي منها، سواء سن صغير او سن كبير، رجل او سيده، بنات وولاد، يعني كلنا بنعاني دلوقتي من هالات السوداء نتيجه مثلا قله النوم، قله شرب الميه. ان احنا على فكره مجرد دعك في عينينا او تحت عينينا ده للاسف يزود من الهالات السوداء. فبالتالي احنا بنقول استخدام ماسي دورو جولد بحركه طبطبه بسيطه تحت العين في خلال من اول شهر انا بحس بتحسن تام في الهالات السوداء. هل هو ليه طريقه معينه في الاستخدام يا دكتوره دينا؟ يعني ليه طريقه معينه انا لما استخدمه بيها يجيب نتيجه افضل من طريقه تانية مثلا؟ هو ماسي دورو جولد، انا عايز استفيد بماسي دورو جولد، اهم حاجه ان انا وشي يبقى نظيف تماما. اوكي، يعني انا حاطه ميك اب، لا هغسل وشي وابتدي ان انا استعمله. هو يتحط كبيز للميك اب، يعني هو مش بيز بس ممكن احطه قبل الميك اب كوقايه حاجه تحمي البشره بالظبط. فاهم حاجه ان انا اغسل وشي بالغسول المناسب للبشره بتاعتي، سواء دهنيه حساسه او عاديه، وبالتالي ابتدي احطه بقى بحركه معينه. انا بحط 4 ضغطات على الايد، ببتدي ان انا اوزعهم على بشرتي، الخدود من جوه لبره، تحت العين بحركه طبطبه بسيطه، والدقن او الجبهه او كمان معاهم الرقبه لو في ترهل بسيط، ابتدي بحركه عكس الجاذبيه الارضيه من تحت لفوق. بستفيد منه تماما. بالليل ويتنام بيه عادي ولا يتغسل ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه، ولا ماسك هو ولا غسول؟ لا هو كريم، هو كريم على فكره، هو بيتشرب تماما يا يمنى. يعني هو حلو قوي في ماسي دورو جولد ان هو ما بيسيبليش اي اثار دهنيه او اي اثار زيتيه. هو هو بيتشرب في منتهى السرعه، ما بيسيبش اي ان انا احس ان انا مش مرتاحه وانا بحطه. احنا بنقول للناس تحطه قبل النوم بنص ساعه، ده كافي جدا. هو اصلا بيتشرب من اول دقيقه، فمش محتاج ان انا هشيله او اغسل وشي. هي الناس بتقول لنا اغسل وشي ليه؟ لان الجولد بارتكلز بتفضل بتبقى باينه، بتفضل باينه على الوش. فلو الناس رايحه الصبح وكده بيفضلوا اغسلي وشك، انت استفدتي. مش معنى ان انت لقيتي الجولد بارتكلز ان انت كده الكريم راح عليكي، بل بالعكس، هي الجولد بارتكلز دي على طول موجوده. هو من كتر ما هو فيه كتير مليان ذهب كتير قوي بالظبط، فبيتشرب جزء طبعا اللي بيستفيد بيه، والجزء الباقي ده بيعالج بقى الطبقات الخارجيه بالظبط، بيزيل الخلايا الميته يا يمنى. وكمان هو ليه مضاد، بنقول عليه مضاد للاكسده، فبيحمي البشره من اي شوائب، من اي تلوث، فبالتالي انا بستفيد منه تماما. الكافيار من الحاجات اللي موجوده برده في ماسي مشهور برضو بيه قوي. تقولي لي الكافيار كمكون من 56 مكون وظيفته ايه بالظبط؟ الكافيار هو مضاد للتجاعيد من الدرجه الاولى يا يمنى. الكافيار بيعالج اي تصبغات جلديه. الكافيار فيه خير البحر كله، غني جدا بمضادات الاكسده، فيتامين اي ودي واي. احنا عارفين طبعا اهميه الفيتامينز بالنسبه للبشره، قد ايه بتدي نضاره وحيويه. الكافيار بيقدر انه يعالج التجاعيد تماما، يعالج الخطوط التعبيريه اللي هي بتبقى في الطبقه الخارجيه من الجلد. الكافيار غني كمان بال الأحماض الأمينية، الأمينو أسيدز، دي مهمة جدا يا يمنى، بتدي نضارة وحيوية للبشرة، بتنور الوش. كمان بنقول إن الكافيار غني بالأملاح المعدنية، المينرال سولز، هو خارج من البحر فبيبقى فيه خير البحر كله. إحنا حتى يا يمنى لما بنبقى قدام البحر ونقعد شوية وناخد بنحلو، بترجعي بتبصي، تخيلي بقى أنت بتحطي كل يوم على وشك مرتين في اليوم ماسي دورو جولد، فقد إيه بتحلوي، قد إيه النضارة والحيوية بتبان جدا على بشرتك. فوجود هو في 56 حاجة، 56 حاجة بيحلوا اساسا، بيحلوا بالظبط. كل واحده ومكونات بقى من الشرق والغرب من جميع دول العالم، فكوناهم او جمعناهم كلهم، تم انتقاء جميع افضل او افضل جميع المكونات بالنسبه للبشره في كريم ماسي دورو جولد، فبيدي حيويه للبشره، بيغير شكل البشره تماما يا يوم. تعليقا على الذهب، احنا دايما بنقول ان ماسي دورو جولد الناس كلها مسميه كريم الذهب، لان هو بيحتوي على جزيئات الذهب عيار 23، يعني هو لا ميه ذهب ولا ماسك ذهب. جوه كل عبوه يا يوم من ماسي دورو جولد في السيرتيفيكت او شهاده الضمان من المصنع في ايطاليا ان هو متصنع من جزيئات الذهب عيار 23، ودايما بنقول لكل الساده العملاء ان ماسي دورو جولد متصنع فروم اي تو زد في ايطاليا، يعني التصنيع كله تم في ايطاليا، الباكجينج التعبئه تمت في ايطاليا، المواد الخام ال 56 مكون، في منهم من ايطاليا، في من الهند، في من بصي من جميع دول العالم مكونينه في ماسي دورو جولد. وكمان هو مرخص من جهات كتير يا دكتوره حنان، عشان في ناس كتير تقول لك النتيجه بتاعته
بالظبط. مضمونه ولا مش مضمونه؟ احنا دايما بنقول مفيش اي حد يومنا يستخدم اي كريم على وشه او على جسمه غير لازم يبقى مصرح من وزاره الصحه المصريه، ما بالك ان ماسي دورجول ده حصل على ثلاث تصريحات من ثلاث دول مختلفه، من ثلاث جهات مختلفه. اول تصريح هو تصريح وزاره الصحه المصريه، ذا ايجيبشن مانستري اوف هيلث، ثاني تصريح حكومه دبي، وثالث تصريح دول الاتحاد الاوروبي. فكلهم كل التصاريح دي ادوها لماسي دورجول انه من اقوى مستحضرات التجميل في علاج التجاعيد، في علاج جميع عيوب البشره. طيب احنا نروح لتقرير ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة دينا، شفنا في التقرير ليكوا فروع كتير مش بس موجودين في مصر، تقولي لي الفروع بتاعتكم فين؟ طبعا احنا عارفين ان ماسي دورو جولد هو منتج ايطالي 100%، فاحنا المقر الرئيسي للشركه هو ماسي فارم ايطالي، ده موجود في ايطاليا. طبعا عندنا ماسي فارم ايجيبت، ده موجود مقره طبعا في القاهره، وعندنا فرعين كمان يا يمنى في دبي اللي هو ماسي فارم جولف المستحضرات التجميل، دي في دبي الامارات، وعندنا ماسي فارم جولف اللي هي مقرها برضو في جبل علي دبي الامارات. وان شاء الله باذن الله قريب جدا هيبقى عندنا في امريكا، هيبقى ان شاء الله في مقرها في فيلادلفيا باذن الله. يعني اي حد عايز يحصل على ماسي بيبقى بسهوله. بالظبط، بسهوله جدا. هو بيبقى من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه، احنا عندنا ارقام خاصه بالقاهره ومحافظاتها او محافظات مصر كلها، عندنا ارقام خاصه بدبي، وعندنا كمان ارقام خاصه بجميع انحاء العالم اللي هي خارج مصر. وطبعا عندنا صفحات كتير على السوشيال ميديا، كل ما هو ماسي دورو جولد يقدر ان هو يطلبه من خلال السوشيال ميديا بشكل امن جدا، هيوصل له هو المنتج. دكتوره حنان، ماسي هو ازازه واحده بتحتوي على حاجات كتير قوي، 56 مكون. غير ال 56 مكون، هي بتقدر ان هي تغنينا عن ان احنا نستخدم
حاجات تانية يعني ممكن يكون لعنينا كنا بنستخدم حاجة لمعرفش ايه كنا بنستخدم حاجة. هي فيها كل اللي يعني اللي مش كذا حاجة يعني هي كذا حاجة في حاجة واحدة بس. مظبوط هو فعلا كذا يعني هي بتغني تماما عن كذا حاجة. اول حاجة تغنينا عن كريم النهار اللي هو الدي كريم، تغنينا عن كريم الليل، تغنينا عن كريم اللي هو تحت العين عشان بيعالج الهالات، تغنينا عن اللوشن اللي هو او البيز اللي بيبقى قبل الميك اب، لانه بحط ماسي دور جولد قبل الميك اب بحمي تماما بشرتي من الاثار الضاره لمستحضرات التجميل. فانا كده يا يمنى استخدمت ماسي دور جولد بدل منتجات كتيره قوي. ماسي دور جولد ممكن بيغنينا عن كريم التجاعيد طبعا، بيغنينا كمان عن اللي هي الصن بلوك او واقي الشمس، لان في ماده اسمها تيتانيوم دايوكسيد، دي ماده بتحجب اشعه الشمس الالترا فايلوت ريز عن جلدنا، فبقدر ان انا احمي جلدي من الاثار الضاره لاشعه الشمس. فماسي دور جولد هو منتج واحد بيغنيني عن استخدام منتجات كتيره جدا ممكن ادفع فيها فلوس كتيره قوي ويبقى فيها مجهود ووقت ان انا بفضل احط كريم ده وكريم ده وكريم ده، لا ماسي دور جولد هي نص دقيقه الصبح ونص دقيقه بالليل او بالليل للناس اللي بتحب نستخدمه بالليل بس، بيديني العنايه الكامله لبشرتي وبيوفر في وقتي وفي المجهود. طيب ان بالنسبه للناس بتوع البوتوكس والفيلر اللي يحبوا يحقنوا بوتوكس وفيلر دايما يعني ايه بيسالوا كتير بصراحه نستخدم ماسي وما نحقنش بوتوكس وفيلر ولا نحقن بوتوكس وفيلر مع ماسي مش هيتعارضوا مع بعض الاثنين؟ تمام بيبقى عندهم اسئله كتير. احنا طبعا هنتكلم طيب احنا مثلا بالنسبه للناس اللي بتحب تحقن فيلر وبوتوكس، فكره انا هحقن فيلر وبوتوكس حلو قوي ان انا استخدم ماسي دور جولد، لان ماسي دور جولد بيعزز تاثير الفيلر والبوتوكس. احنا الفيلر والبوتوكس بيقعد 6 شهور، لا ماسي دور جولد يخليه يقعد معاكي فتره اطول. انت كل يوم بتدي للبشره بتاعتك، لان ماسي دورو جولد فيه الكولاجين وفيه الهايلورونيك اسيد اللي هي ماده الفيلر. يعني هو بيحتوي كمان على ماده الفيلر؟ طبعا بيحتوي على ماده الفيلر، فانا بعززه ان انا كل يوم الصبح وبالليل بحط ماسي دورو جولد. بالنسبه بس للناس اللي مش عايزه او مش حابه ان هي تحقن فيلر وبوتوكس، اللي بس مجرد لو عندهم تجاعيد بسيطه او خطوط تعبيريه يستخدمون لمده 6 شهور. لو تجاعيد عميقه شويه نستخدمه لمده سنه. انا بشكركم على وجودكم معايا النهارده دكتوره حنان الحسيني ودكتوره دينا نجيب. احنا حلقتنا خلصت، شوفونا يوميا الساعه 3 عصرا والاعاده بتبقى 8 صباحا، والاسئله والاستفسارات ممكن تقدروا تبعتوها لي على صفحتي الشخصيه على الفيسبوك اللي ظاهره لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. ان شاء الله يعني اجاوب على معظم الاسئله لانها بتبقى كتير جدا. اليوتيوب الحلقات كلها بتنزل عليه. اتمنى نكون ضيوف خفاف دايما على حضراتكم، واشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معكم يمنى طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً 10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر،
ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات. ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.